السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معايا غنحضر معكم بطاطا مشرمله باسهل طريقه، كتجي لذيذه بزاف وزوينه. اول حاجه غنبداو بها هي انني كناخذ بطاطا اللي كتكون شويه صغيره في الحجم وكنسلقها بالقشور ديالها باش كتجي لذيذه لذيذه بزاف. اذا من بعد هانتوما كي كتشوفوا معايا كنخليها حتى كتبرد مزيان باش ما كتفتتش وكتبقى قابطه في راسها وتبقى قاصحه. من بعد ما كنزولها القشور كنقطعها القطع حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. من بعد غادي ان شاء الله ناخذ التتبيله اللي غادي نتبلو بها هاد البطاطا. اذا غادي نحتاجو كيف كتشوفوا معايا المقلات نجمعوا فيها هاد التوابل اللي هي البابريكا او الفلفل الحمراء التحميره، ملعقه صغيره ديال القزبر اليابس، واحد شويه ديال الفلفل الاسود، راس معلقه فقط. ممكن ديروا شويه ديال الهريسه الا كيعجبكم الحار. غادي نحتاج هنا ثلاثه الفصوص ديال الثومه، عندي هنا ثوم من الحجم الكبير يعني استعملت غير ثلاثه الفصوص، هانتوما كيف شفتوا معايا. من بعد غادي نحتاج القزبر والمعدنوس، كنديرهم بكميه زايده شي شويه، عندي هنا جوج معالق كبار من القزبر والمعدنوس. غادي نستعمل ونخلي واحد شويه للمرحله الاخيره، وغادي نحتاج شويه الزعتر وشويه الكمون. اذا غادي ندير داك شويه الكمون غير شي شويه ما نكثروش بزاف، واحد ربع ملعقه صغيره، ونستعمل الملح حسب الذوق. وبقى لينا اخر شيء الزعتر، نخليه حتى الاخر حتى نبغيو نطفو البوطه نديرو الزعتر. هنا غادي ندير واحد تقريبا جوج ملاعق كبيره من زيت الزيتون. صافي هذه هي التتبيله كامله. اذا غادي نخلط هاد التوابل مع بعضهم ونضيف لهم بطاطا. اسهل طريقه كتوجد في دقائق. اذا هاد البطاطا مسلوقه، احيانا كنسلق كميه كبيره كنديرها في كوكوط وكنخليها في الثلاجه بالقشور ديالها، كتبقى زوينه كتبقى لي حتى على يومين زويونه. فين ما كنحتاجها كنحيد القشره ونستعملها، كتحافظ على المذاق ديالها بحال عاد سلقها. اذا هانتوما كتشوفوا كناخذ ديك البطاطا وكنخلطها مزيان في التتبيله حتى كتشربها مزيان، وعاد كنحطها فوق البوطه. يعني فوق البوطه ما كنحتاجش الوقت، واحد ثلاثه دقائق اربعه حتى الخمسه دقائق كاع كتكون جاهزه وواجده كنحطوها نقدموها. اذا هنا حطيتها فوق البوطه، هانتوما كتشوفوا معايا اصلا بغيناها فوق النار غير تاخذ اللون وتاخذ ديك التتبيله، اما هي راه اصلا طيبه ومسلوقه يعني غير تشحر معاهم. كنحركوها هكذا مره مره باش داكشي اللي لتحت يجي الفوق، وهداكشي اللي الفوق حتى هو يوصل عند العافيه. صافي كي قلت لكم صافي، يعني كنخليها واحد 4 دقائق حتى الخمسه. وهنا في الجهه اللي حداها كنطيب الخبز في المقله بطبوط المغربي، كيجي زوين ورائع، كيحماقوا عليه وليداتي. كنديروا بالخبز بالقمح الكامل، راه كنت خليت لكم الرابط في او خليت لكم الفيديو في القناه، كنخدموا بدون دقيق ابيض بدون اي اضافات غير بالقمح الكامل. اذا من بعد ما مرت ديك 4 دقائق تقريبا، انا درت القزبر والمعدنوس اللي بقى ليا، ودرت ديك رشيشه الزعتر، وغادي نعاود نخلط. صافي ونطفيو النار، ها هي جاهزه للتقديم، ما بقى لي غير نحطها في طبق التقديم. اذا كيف قلت لكم النار تكون متوسطه وما غاديش تفوت معكم 5 دقائق في التتبيل ديالها ولا في باش نشرملوها. هيا احبتي بعد ما حطيتها في صحن التقديم، كتجي زوينه وغزاله لذيذه بزاف بزاف. اكيد لا جربتوها ان شاء الله غادي تعجبكم. كتحمق الوليدات الصغار بهذه الطريقه، ان شاء الله غادي توكلوهم البطاطا في اي وقت بغيتو. اذا وهكذا ممكن انكم تقدموها كسلطه دافئه ولا مقبله مرافقه للاكلات ديالكم. هانتوما كيف كتشوفوا معايا وجدتها للغدا، وجدتها مرافقه لبعض الاكلات الصيفيه الخفيفه. عندي هنا الزيتون المشرمل حتى هو راه حاطاه لكم في القناه، كيجي زوين بزاف بزاف.
والبطبوط كيف وريتكم، وشويه ديال الشوى ما تنساوش لايك بصيله مقطعه كيف كتشوفوا كتعجبني بزاف. هكذا خضره غير كنقطعها وكنحطها دائما مع الاطباق. وهذه هي غديوتنا، نتمنى تكون عجباتكم. ما تنساوش الاعجاب بالقناه، خليتكم في امان.